في بقى الأشكال المختلفة اللي بيذكرها الكتاب المقدس إنه الحية القديمة الحيلة التنين العظيم بيوصفه كأسد زائر بيوصفه والصورة الأخطر في رأي الشخص يعني شبه ملاك نور لأن الشيطان نفسه في كورنثوس الثانية 11-14 بيقول ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور فهو بيتظاهر بانه الشخصيه اللي بكي على مصلحتي ملاك النور لكن هو في الواقع قتال فده اخطر في رايي الشخصي يعني يعني بولس لما كان يحارب يعني بحاول يثبت بقصد رسوليته في هذا الموضوع وتكلم بكل صراحه انه بيظهر نفسه شبه ملاك وما ما هوش ملاك نور طبعا ما يقدرش شبه ملاك نور واتباعه والرسل والانبياء كلهن كلهم اتباعه والشيء الجميل حتى الايه اللي انت استخدمتها من بطرس اصحاح خمسه كاسد كالتشبيه ولكن لما بيتكلم عن يسوع هو حمل الله طبعا في الخلاص ولكن ايضا هو الاسد الخارج من سبط يهوذا الاسد الخارج بالظبط يا هو ففي يعني حتى بتعبير الكلمات في وضوح yes. وجمال طبعا في yeah. تركيب الكلمات طبعا فانا عايز ان احنا ما نخافش قوي بعد ما ذكرنا الصفات المروعه دي اللي درسناها من كلمه الله عن الشيطان ده ما يرعبناش ليه لان احنا مش بنحارب عشان ننتصر احنا بنحارب من موقع الانتصار لانه قد غلب الاسد الحقيقي غلب كل هذا الشيطان وعلينا ان احنا نسير في موكب النصره في المسيح يسوع. المشكله لما ببتدي انا اتحاور مع الشيطان ولما ابتدي انا ادخل للخداع بتاعه واقبل الخداع بتاعه وبعدين اقع في الخطيه وبعدين يشتكي عليا ويشتكي على ضميري ساعتها لازم افتكر أني لنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار. نعم. ده نعم. اللي يخلي حياتنا تبقى مستقره وقويه.